قالولنا ان الامتحانات ب7/6. اه والله قالوا لكم امتحانات بسبعة ستة. اي نعم. ايه يعني قربنا كتير، فينا نخلص بكير اي عن طبعا. جد، يعني مش ضروري نطلع اخر شهر 5، لانه عن جد بدنا طاقة بعد لنستعيد قوتنا لنبلش درس. شو قالوا لكم سبعة وعندنا ستة الفصل الأول ولا الثاني؟ لا التاني والفصل الأول أنت امتحاناته؟ لشهر 7 يا ابصر. دكتور. آه أوكي. طيب أنا مبدئيا بالبلان تاعولي هلا جماعة الاقتصاد شيء وجماعة الإدارة شيء. بالتمويل الدولي مبدئيا اليوم محاضرة، السبت محاضرة، والتنين محاضرة ومنخلص. هيك البلان تاعولي. التقلبات ممكن تمد معنا أكثر، محاضرة أو محاضرتين. أوكي؟ طيب بقى ما بعرف انا هذا البلان عندي. بفتكر مثل ما لكم تنين واربعه، تنين والسبت والتنين اللي ورا، يعني ال24 شهر بتكون اخر محاضره. لنشوف. دكتور نعم. سلام، كيفك؟ اهلا ايمان. الدكتور بدي أسألك، أنت حتعطي كل شيء من الأول ولا بعدين بنحكي؟ بعدين بنحكي لنشوف شو بدنا نعمل. اه أوكي. اوكي. طيب هلا اللي بدي اعمله اليوم هو التالي. راح بعد في شغله صغيره بالفصل الخامس راح نروح عليها ومنخلصها بنرجع بنروح على الفصل الرابع بنبلش فيه، وبالحصه الثانيه بنعمل الاعمال تعول الفصل الخامس تعول صحيح اي تاع الفصل الخامس. فإذا عندي 3 شغلات بالحصة الأولى هلأ رح نعمل نخلص الفصل الخامس الشرح تاعوله، نرجع منبلش بالفصل الرابع، وبالحصة الثانية نروح على حل أعمال الفصل الخامس. قبل ما بلش، في امبارح كانت عم نبهتني إيمان في غلطة أحد الجداول يلي هو عندي هون، رح أعمل شير سكرين عندي. عندكم بفتكر بالصفحة 142 في عندكم هذا الجدول اللي هون، يبين جدول 3 العمليات الدولية للتجارة بين الوطن والعالم. هذه النقطة السابعة، العملية السابعة، تدفقات مالية طويلة الأجل. أنتوا عندكم إياها +8 وهون -8. أوكي، هي المفروض تكون +4 و-4. صلحوها عندكم. وبالتالي بدل ما يكون تحت هون أنتوا عندكم إياها +50 و-50، هي المفروض تكون +46 -46. بس رجاء صلحوها هاي. أوكي؟ طيب هلا نحن اللي عملنا هول كلياتهم، العمليات كلياتها هاي، وراح نرجع نعمل الاكسرسايز اللي باخر الصفحه اللي باخر الكتاب اللي قلت لكم تحلوهم. فيهم شويه عمليات ثانيه مشان نتدرب عليهم كمان هلا. وحطينا نحن هون اذا بتتذكروا حطينا الجداول هول بشكل ميزان المدفوعات. طبعا ميزان المدفوعات مثل لنذكر بس رح يكون له 4 فئات، يعني اذا بدكم 4 فئات، وهول ال4 فئات بتقسموا ضمن حسابين، الحساب الجاري وحساب المالي والرأسمالي. حساب الجاري وحساب المالي والرأسمالي. ضمن الحساب الجاري بيجي عند الفئة الأولى. الفئة الأولى في بقلبها أربع حسابات. عندي الميزان التجاري، يعني ميزان السلع والخدمات، عندي صافي صادرات الخدمات، عندي المداخيل المتأتية من الاستثمارات المباشرة، والتحويلات. أوكي؟ هول بيجمعوا مع بعضهم ألف باء والتاء والثاء بيعطيني الحساب الجاري. أوكي؟ اللي هو هون مكسور على -9. الفئة
الحساب الرأسمالي في بقلبه ثلاث فئات، يعني هن الفئة الثانية والثالثة والرابعة. الفئة الثانية تاعت الاستثمارات مباشرة، يلي بتكون عاده هذه عاده بتكون طويله الاجل، بيكونوا هول كلياتهم. الفئه الثانيه الاستثمار المباشر والتدفقات الماليه الاخرى طويله الاجل، اوكي. الفئه الثالثه التدفقات الماليه قصيره الاجل، والفئه الرابعه هون قلنا التغيرات في احتياطات السلطات النقديه. وشفنا نحن انه الميزان المدفوعات بده يتوازن، بده يعطيني صفر. يعني إذا بجمع الحساب الجاري مع الحساب المالي والرأس مالي رح يعطوني اثنينهم مع بعضهم صفر. هذه النقطة. النقطة الثانية، في شغلة أنا فرجتكم ديك مرة على كتاب الإرشادات تاع ميزان المدفوعات تاع صندوق النقد الدولي، في كثير تفاصيل، في كثير تفاصيل، بس نحنا ما فينا نفوت فيهم هول كلياتهم، أصلاً مش مطلوب مننا نفوت فيهم لهول، لأنه هذا مش اختصاصنا. يلي بده يتخصص بعدين بالتمويل الدولي، يلي بده يشتغل بالوظائف الحكومية، بفوتوا بالبنود كلياتها، بس نحن بهمنا بالإجمال نفهم هذه البنود كلياتها. أوكي؟ هلأ دكتور فيني أسألك بس سؤال، التمويل الدولي كاختصاص هو خاصه كدولة يعني كمالية دولة؟ ولا لا بشكل دولي بدرس الاقتصاد خصته كمان؟ لا، هو انت عم تركز على علاقه الدوله مع الدول الثانيه بالخارج. اوكي دكتور. اوكي، وشو بينعكس هذا؟ شو بينعكس على سعر الصرف تاعولها وعلى طبعا ميزان المدفوعات كليته؟ ولا اوكي طيب. طيب جيد، نحن اللي بدنا نعمل اليوم بدي إذا بتشوفوا نرجع لشوية معادلات. إذا بتتذكروا نحن كنا نقول إنه الواي الدخل يعني الإنتاج المحلي بتساوي C plus I plus G plus net export، شركة الصادرات الصافية. هذا المفروض كلكم تعرفوها، جامعة الاقتصاد وجامعة البزنس. أوكي، طبعا هاي معناتها أنه الواي في شيل النت export من هون، حط محلها X ناقص M صادرات ناقص الواردات. وفي كمان اكتب انه الواي بيساوي يعني الدخل الوطني كله، الانتاج الوطني كله سوا شو بيساوي؟ سي زائد اس زائد تي. ما هو الانتاج الكلي هو بيساوي الدخل الكلي، هذه محسومه بالاقتصاد الكلي بناخدينه. بالتالي الدخل الكلي نحن كأفراد كعالم بهذا البلد لما يجينا الدخل شو بنعمل فيه؟ في عنا ثلاث شغلات بنعمله، ما في غيره. استهلاك أو استهلاك أو ادخار أو مدفع ضريبة. هلأ في ناس بيقولوا لي طيب أنا لا ما عملت ادخار، رحت استثمرتهم بالأسهم أو شيء. الاستثمار بالأسهم هو جزء من الادخار، حطيتهم بالبنك هو جزء من الادخار. اوكي، فكلهم هول يعني. واحد ممكن يقول لي انا بشتري فيهم ارض. اوكي، انت صحيح اشتريت فيهم ارض، بالتالي المصاري صاروا عند واحد تاني. وهو كمان يعني انا مثلا حطيت حق ارض 100 مليون ليره من الدخل تاعولي، هول ال 100 مليون ليره مصاره هو عم بده يعمل فيهم شيء تاني، او بده يستهلكهم او بده يستثمرهم او بده يدفع منهم ضريبه. بالتالي المليون ليرة كمان عم يتوسع، المئة مليون. فاللي فينا نقوله نحن إجمال ما في شيء تاني غير هيك. بالتالي صرفية أني من هول المعادلتين اللي هون اكتب إنه C زائد I زائد G زائد X minus M بتساوي C plus S plus T. طبعا في عمل simplify من هون وsimplify من هون، بيطلع عندي انه الاكس ناقص ام بتساوي اس
زائد تي ناقص جي اوكي ناقص اي. طيب هل رح نقسمهم شوي لهول طبعا هون اذا بدكم هذا الصادرات ناقص الواردات، الصادرات ناقص الواردات طبعا هون نحن عم نحكي صادرات سلع وواردات السلع، يعني نحن هون عم نحكي عن هذا الجزء من الفئة الأولى. عندي ميزان المدفوعات، ميزان التجاري، الميزان التجاري وصافي صادرات الخدمات الألف والباء. هلا هون بتنتبهوا للشغلة، نحن عم نحكي كستاندر أمريكي، الستاندر الأمريكي الألف والباء الميزان التجاري وصافي صادرات الخدمات هن معظم الحساب الجاري، معظم الحساب الجاري. نحن عنا بلبنان لا، معظم الحساب الجاري كتير بتأثر بقصة التحويلات. أوكي خلينا بس خلينا نركز أنا على نقطة الحساب الجاري وصافي الصادرات يلي هي هون الـ X minus M. فإذن هون إذا بدكم عم نحكي نحن الحساب الجاري رح حط بين هلالين تقريباً. دكتور مش عامل شير سكرين؟ كيف مش عامل؟ مش... إيه هلأ مش الحال. الحال؟ أوكي. هذا الحساب الجاري تقريباً يعني كيف بيتمول؟ أوكي شو بيعمل هذا الحساب الجاري؟ إذا عندي فائض بالحساب الجاري هون هذا الحساب الجاري، ولاحظوا لي شغلة هون، هاي شو بسميها هاد هون الاس، ما نحن قلنا الواي بتساوي الاستهلاك زائد اس زائد تي، هذه الاس اللي هون هي ادخار الأفراد، والتي ماينس جي الادخار الحكومي. أوكي فإذا هذا هون ادخار الأفراد أو يعني الادخار الخاص، وهذا هون ادخار الحكومة. بالتالي التي ماينس جي كلياتها بتساوي الادخار الوطني. أوكي شو صار في عندي هلا؟ صار في عندي وهون صار في عندي ناقص الاستثمار. طيب صار في احكي عن حالة، في حال الاكس الحساب الجاري اكبر من صفر، يعني في عندي انا بصدر فائض، في عندي فائض بالحساب الجاري، معناتها الادخار الوطني، الادخار يكون عندنا ادخارات كثير الوطني اعلى من الاستثمار. طيب لما الادخار الوطني اعلى من الاستثمار معناتها انا عم بدخر 80 اوكي، عم بدخر 80 مثلا لو قلنا او قول عم بدخر 80 والاستثمار مثلا بيساوي 75، هذه الخمسه زياده شو بعمل فيها؟ شو بتكون عم بتصير هاي؟ عم بدفع ضرائب؟ لا فرق بيساوي 5 بيكون استثمار في الخارج، هيدي عادة بتصير بتكون أنا عم بكون عم مول شيء من برا، بكون أنا عم بدفعها لناس من برا، عم داين حدا من برا. هذا الحالة مثلا هون بدول الخليج بتصير عندهم هيك، على طول بيصدروا أكثر ما بيستوردوا، شو بيطلع عندهم بالنهاية؟ بيطلع عندهم إنه هن عم يشتروا أسهم بشركة المرسيدس، عم يدفعوا عم يشتروا نادي برشلونة أو نادي مانشستر سيتي، عم يشتروا أسهم بيشتروا بناية بشركة بنيويورك،
عم يشتروا أسهم بشركة المرسيدس بجوجل، عم يدينوا الحكومة الأمريكية. اليابان مثلاً والصين عندهم الحساب الجاري كتير كبير هائل، أوكي، معناتها عم يشتروا من العالم أكثر مما عم يبيعوا للعالم. هالفائض عندهم شو بيعملوا؟ بيعملوا فيه، بيشتروا فيه أسهم وبيشتروا فيه سندات بالخارج، أوكي، والعكس صحيح طبعا. والعكس صحيح. وهون تبولي هون في حال كان x minus m بس هون شغلة صغيرة، استثمر في الخارج أي قروض للخارج. ما أنا لما عم بشتري سندات الحكومة الأمريكية، يعني كيابان أو كصين عم بشتري سندات الحكومة الأمريكية، أنا كأني عم دين اليابان. وأنا لما أشتري أسهم بشركة جوجل أو بشركة مرسيدس، معناتها أني عم بستثمر عندهم ويوما ما بدي أرجع أسحبهم. يعني هذه استثمارات طويلة الأجل، بس معناتها يوما ما بدي أرجع أسحبهم أنا، أوكي؟ يعني هاي فيني أنا أشتغل عليها أنه كقروض للخارج. شوفوا هلأ ماجد الفطيم يلي فاتح كارفور عنا بلبنان، ما هذا حاطط مصاري عنا هون بلبنان، يوما ما بدي يرجع يخدم. أيمتى؟ بعد سنة، بعد 20 سنة، ما حدا بيعرف. بس كل ما كان الوضع عنا مستقر أكثر، وكل ما كان في عنا نمو اقتصادي، بنعرف إنه المسألة طويلة. هلا شوفوا لي العكس، إذا كان الـ X minus M negative، أوكي، معناتها إذ من هون إنه الادخار الوطني، الادخار الوطني أقل من الاستثمار. هذا شو معناته لما يكون الـ X minus M؟ يعني إذا بيصير في عندكم مثلا هون 70، يعني أنا عم بعمل استثمار قيمته 80 وعم بدخر له بس 70، يعني عم مول استثمار تاعولي يلي قيمته 80 عم موله بس ب 70، معناتها أنا مكسور على 10. طيب شو معناتها هذه؟ هاي معناتها إنه الفارق يساوي 10. هذا قروض، أوكي، من الخارج نحو الوطن، أي ازدياد في المالية في القروض الدولية مثل ما صار عندنا في لبنان. نحن عندنا الإكسبورت ناقص الإمبورت سالب، معناتها نحن عم نستورد أكثر مما بنصدر، معناتها عم ندفع كثير لبرا، معناتها لنقدر نمول هالأشياء اللي عم ندفعها لبرا بدنا نتدين. كيف عم شو عم نتدين؟ نتدين نحن من الصناديق الدولية، ومتدين من كل العالم، من نبعث سندات، من بيع سندات للخارج، لللبنانيين اللي برا، للدول الأجنبية. على هيك هذه الديون بتكون مثلا مرات بشكل قروض مسهلة، مرات بتكون قروض عادية. يعني بتعرفوا ان كان في مؤتمرات بباريس ايام رفيق الحريري عمل لهم باري 1 باري 2 باري 3، ولا كان في مؤتمر سادر، وهذه كلنا عم يجيبوا دفعات من برا، قروض ميسرة من برا لتمويل شو اسمه، تمويل الاستهلاك والاستثمار الداخلي، اوكي، بالتالي عم تزداد المديونية تاعتنا. يعني كنا عايشين نحن على قروض، هذه هي، كنا عايشين على القروض، ايه صحيح، ايه صحيح. أنا بس بيهمني تفهموا هذا الموضوع بس من هذا، يعني ما بدنا نركز أكثر من هيك، بكفيني هالقد بهذا الفصل اللي هون. هلأ بالنسبة لهذا الموضوع اللي عم يقوله نصر الله، أنا بدي أركز لكم على شغلة، إنه في كتاب لواحد اسمه جون بيركنز،
بالإنجليزي هو جون بيركنز Confession Confession of an Economic Hitman مذكرات قاتل أو اعترافات قاتل اقتصادي. هذا بفرشيك هو بيحكي كيف كانوا بالمؤسسات الدولية شو كانوا يعملوا. كانوا يروحوا على دولة مثل كولومبيا مثلا، مثل دولة أفريقية، مثل دولة حيض أو مثل ما صار عنا بلبنان، بيروحوا بيقولوا لهم نحن في عندكم أنتم مثلا هون هذا النهر، مثلا هذا النهر فينا نبني عليه سد، هذا السد بيأمنكم كهرباء وماء، بيصير فيكم تزرعوا خلال السنة، بيتحسن الإنتاج الزراعي، بيتحسن إنتاج الكهرباء عندكم، وبيصير في عندكم نمو اقتصادي أعلى من العادة. ولما يصير في عندكم نمو اقتصادي أعلى من العادة بيصير فيكم تسدوا الديون اللي نحن راح نبين لكم إياها. أوكي بقى بتقوم شو بيعملوا كمان؟ بيلعبوا لهم بالأرقام، بيلعبوا بالأرقام، لأنه هول ما بيعرفوا ما بيعرفوا كثير ال شو اسمه ال يعمل تحليل اقتصادي، لأنه ما في عندهم يد عاملة منيحة وما في عندهم ناس متعلمين منيح. بالإضافة طبعاً لأنه بيكونوا شايفين المصاري ومش شايفين شيء أكيد. ليك بيكونوا يعني شوف نحن عنا بلبنان إذا بدون يعينوا حدا بالوزارة أو بدون يعينوا حدا مدير عام أو للدراسات، مش المؤهلات هي اللي بتلعب دور، بتلعب دور هي العلاقات. يعني قديش أنا مخلص للزعيم الفلاني وقديش أنا مخلص للزعيم الفلاني. طب تجي أنت ساعتها بدك تحلل، ما بيعرف يحلل شيء، ما بيعرف، منوش الرجل مظبوط بالمكان المظبوط. فاللي صار إنه بنعطيهم لهالدولة القرض وبنقول لها نحن رح تصير في عندك نمو اقتصادي قيمته 8% سنويا على مدة 6-7 سنين، وفيكم تسكروا الديون تاعولتكم ساعتها. بيقوم بيعطونا القرض أو بيعملوا المشروع. طيب وين النمو الاقتصادي 8% و9%؟ بوش ما في شيء، بوش ما في شيء. طيب كيف بدنا نسد الديون هلا تاعولتنا؟ علقنا، نرجع نعمل مفاوضات مع صندوق النقد ومع المقرضين الأساسيين. أوكي رح نتسامح معكم، بس ولكن بكون تخلونا نعمل شيء تاني عندكم بالبلد. مثلا بكون تهونوا علينا نفوت على هذا المنجم، تهونوا علينا نروح نستغل هذا المنجم أو هذا الأرض اللي هون أو هذا المحمية. يعني مثلا خلينا يعني هن الأساس مطامع استراتيجية لا أكثر ولا. إيه ما هو هذا حتى بلبنان اللي صار. هو هذا جون بيركنز هو بيقول، هو كان يشتغل الشغلة. مالك تابز الدنيا؟ نعم معيالك تابز الياس. ايه شو اسمه رو انا بحطها على الميادين، عمل معه مقابلة في كتاب مستشار الخارجي تقول ترامب كمان في جزء منه حاكي عن قصص اقتصادية فضايح فيه. ايه. يعني كان في استغلال كتير كبير يعني ترامب بالمجال. يعني في لبنان لما الحريري بلش المشروع تقوله إعادة أعمار لبنان، إذا بتقرأ أنتوا هلأ الدراسات كان المفروض بحسب برنامج الحريري انه يصير في عندك 9% سنويا نمو، وهول 9% هن بيشيلوا لك البلد، هن بيشيلوا لك بيسدوا لك كل الديون اللي اخذها. طلع عنا 9% سالب، 9% سنه واحده طلعت، سنه واحده طلعت 9%. اوكي وبعدين 1% 2% وفتنا بالمزرعة وبالمديونية وما عشنا عارف نطلع منها. طيب وهيك أنا بكون خلصت هذا الفصل الخامس. هلأ بديروا على الفصل الرابع، رح نعمل مقدمة صغيرة بالفصل الرابع و أرجينا شوان هون.
بالنسبة للفصل الرابع أنا بس بتذكركم بشكل صغيرة لأنه ما عادش نلحق نحن هون. الفصل الرابع خلينا نحن شفنا بالفصل الثالث أنه بيصير كيف بيصير في عندي مراجحة، يعني إذا الأسعار بالخارج أغلى من الأسعار عنا بلبنان بيزيد الطلب على السلع اللبنانية لحد ما يصير في عندي توازن، وهيك صار في عندي الـ PPP أوكي، تكافؤ القوى الشرائية. وهو هذا شفنا أنه هو هذا المحدد لسعر الصرف، وشفنا كمان أنه إذا في دولة معينة تبعت سياسة نقدية توسعية معناتها زادت طباعة النقود، معناتها من المتوقع أن ترتفع الأسعار، من المتوقع ساعتها أن العملة تاعتها بدها تخسر من قيمتها. هيك شفنا أنه هذا على المدى البعيد، ولكن إذا بنطلع نحن على المدى القصير نحنلاقي مرات أنه مش هذا اللي عم بيصير على طول، يعني نحنلاقي أنه مثلاً أنه دولة معينة عملت سياسة نقدية توسعية وبالتالي صار في عندها تضخم، بدل ما العملة تاعتها تنزل من قيمتها عم يطلع عندي أنه العملة تاعتها عم يطلع من قيمتها. أوكي طيب ليه؟ شو عم بيصير هون بهذه الحالة؟ هون نحن نجي نقسم التحليل تعولنا لتحليل على المدى البعيد مع تحليل على المدى القصير. نحن هلأ شوفوا شغلي إذا بدكم عنا بلبنان، من المتوقع نتيجة الوضع الاقتصادي السيء ونتيجة الدولة ما عندها موارد، من المتوقع أنه الدولة تستمر بطباعة النقود، بالتالي رح يكون في عندي سياسة نقدية توسعية، ومع طباعة النقود بدأت تنزل قيمة العملة. طيب والدولة هلأ عنا بلبنان بعدها يعني عم تطبع، طيب لما بدأت تنزل قيمة العملة خلينا نعمل شير هون. هو تراكم هيدي القصة، يعني على المدى الطويل مثلا هلا رح تطبع، رح تطبع بشكل دائم، توصل لمطرح رح تنهار على راسها للدولة، لأنه يعني التراكم ما بيفيد بضر، فأكيد رح تخسر كتير من قيمتها فجأة العملة من دون إنذار. صحيح. إذا أنا بيجي بطلع هون الإي ال بير دولار، أوكي احنا بلشنا هون على 1500، بلشت الأزمة على 1500، عم تطلع عم تطلع عم تطلع عم تطلع عم تطلع، هلا وصل 12500 او هيك شيء. هذا طبعا هون الوقت. هلا اذا مثل ما بتلاحظوا هون انه في طلعات ونزلات، يعني على طول في شيء طالع في شيء نازل. اللي نحن عم نحكي على المدى البعيد هو هذا، انه اجمالا في عندي ترند طلع طلوع. بس أنا هلا اللي بدي ركز عليه بالفصل هذا اللي هون، طيب هون هول هالطلعات والنزلات شو سببهم هون؟ هون اللي بدنا نشتغل عليهم نحن هلا. يعني نحن شفنا على المدى البعيد، شفنا هون إنه السياسة النقدية هي اللي عم تلعب دور على المدى البعيد. يعني هذا الأحمر اللي هون، هذا الأحمر سببه سياسة نقدية تضخمية أو توسعية. أوكي، واستعملنا إحنا الـ PPP مشان نحللها. طيب هلأ اللي بتركز عليه بدنا نركز بهذا الفصل على هون على التقلبات في أسعار الصرف، في أسعار الصرف على المدى القصير. لنركز عليه لهذا أسباب تقلبات في أسعار الصرف على المدى القصير، بدي استعمل الـ Uncovered Interest Rate Parity، تكافؤ أسعار الفائدة،
المكشوفة. ليكو في تبادل السلع والخدمات، بتبادل السلع والخدمات أوكي. على المدى القصير أوكي. على المدى القصير لا نصل بسهولة، لا نصل بسهولة إلى البي بي بي، معناتها أنه تكافؤ القوى الشرائية مش ضروري يكون موجود على المدى القصير، يعني ممكن تكون بضاعة غالية بمحل ورخيصة بمحل تاني. يعني أنا ديك اليوم عم بقرأ على الفيسبوك في شاب النبطية بيقول، عم بيقول على طول طب ليش أسعار الخضرة بصيدا أرخص من النبطية؟ عم بيقول كيلو البندورة بالنبطية حقه 3000 ليرة، بصيدا حقه 1500 ليرة. أوكي، أنا عم بعطي كمثل وقص على ذلك. طب أنا هديك اليوم عم بسأل ناس، أجلكم الله جايبين صباط من العراق، راحوا على الزيارة جابوا الصباط من العراق حقه 50000 ليرة بيوقف، بينما بلبنان عم يبيع ب100000 ليرة. هذا معناته أنه على المدى القصير مش ضروري يكون في عندي بي 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 أوكي، لأنه تبادل السلع والخدمات ما بيصير بسهولة، بده وقت، بده معاملات لتوصل لبضاعة، وبدي أعرف أني قديش في عندي أسعار هونيك ولجيبهم لهم. بينما على المدى بينما لما طلع أني بالنقود وتكافؤ أسعار الفائدة المكشوفة، أنا إذا كنت قاعد بلبنان بدي تلفن دغري على مثلا على الإمارات، قديش عندكم سعر الفائدة، كليك 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 كليك، حول مصاري على الإمارات وحطهم بالبنك بالإمارات، كبسين ثلاثة بيمشي الحال. بالتالي أنا أتوقع أنه تكافؤ أسعار الفائدة المكشوفة تكون شو اسمه أنه تتماشى أكثر مع المدى القصير. يعني إذا عندي الفائدة بلبنان 7% والفائدة بالإمارات 10%، بتليفونين صغار بكبسة زر أنا بحول مصاري من الإمارات من لبنان على الإمارات. مشاكل اللي عم بيصير هلأ، انه هلأ اذا انتم عندكم قرايب بافريقيا او عندكم قرايب باوروبا، قالوا له حول لي مصاري دغري، بحولكم بالاو ام تي بساعتها بكون مصاري عندكم هون دغري. شو بتقول تكافؤ اسعار الفائدة المكشوفة قبل ما يخلص الوقت؟ بتقول 1+i home بتساوي 1+i foreign ضرب دلتا اي اي على اي، والمبسطة بتقول لي اي اتش بتساوي اي اف زائد دلتا اي على اي. رح يخلص الوقت هلا، منوقف هون، برجع بكفي شوي صغيرة فيها ومنبلش بس. اذا الكل موافق ما ناخد هيدا البريك لعشر دقايق، خبروني على الواتساب، انا ما عندي اشكال. ماشي دكتور. اوكي فايسن، هذا شو اسمه المبسط هون، هذه مبسطه لتكافؤ اسعار الفائده.